كابتن اسامه الف مبروك، فوز مقنع. الله يبارك فيك. الشوط الثاني طبعا الاداء اتحسن كتير عن الشوط الاولاني، وكانت هي الـ 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 الهدف هو مفتاح المباراه. يعني احنا الشوط الاولاني قلنا النادي الاهلي رتمه اقل من المتوقع كبدايه في الشوط الاولاني على استاد القاهره تملي، احنا بنبقى ضاغطين جامد قوي، لكن في فرص كتيره جت. صحيح الشوط الاولاني القفشه والكهرباء والبواليا، والشوط الثاني برضه. ما هو طبعا، بس الشوط الثاني كانت سر الهدف. يعني أي. الهدف جه في الدقيقه 58 اتفتح الملعب خالص. هم كانوا متحفظين جدا في الثلث الاخير. صحيح اخطاء كتيره في الدفاع رغم تكتلهم، بس هو التكتل عامل لهم يعني ايه حاله من الـ تقليل الاخطاء شويه. في اخطاء كتيره بس على الاقل مش زي ما فتحوا الملعب بعد الجون الاولاني. بقت اي كره في العمق في الطرف في السهل او اي لعيب بيروح يجيبها جون. وفعلا استغلنا بعديها الهدفين اللي جم لكهربا ولبواليا، غير الاهداف الكتيره اللي ضاعت. ففوز مستحق وكان متوقع من بدايه اللقاء، واتاكد في الدقيقه 58 اول ما الهدف الاولاني بتاع مجدي قفشه جه. فمبروك، الحمد لله اللعيبه ما فيش اصابات. برضو واحد زي وحيد النهارده ادى بشكل كويس، بعيد بقاله فتره لكن عمل جبهه كويسه. ديانج كنا نفسنا نطمن عليه اكتر من بدايه اللقاء، بقاله الثلاث ماتشات بتوع كاس العالم ما لعبش من البدايه، لكنه لعيب مؤثر. النهارده برضو ادى بشكل كويس. كهربا جاب جون، اجاييه ادى بشكل كويس، لعب الثلث ساعه الاخيره في ماتش بالميراس وادى فيها بشكل كويس. والنهارده رغم ان هو اجهد شويه في الفتره الاخيره من اللقاء، بس ده طبيعي لان هو كان بقاله فتره، لكن ادى مباراه جيده. وطبعا فتحت خير بقى على بواليا، انه كنا مستنيين هدف. صح. يعني ايه يفتح نفسه يعني ياخد ثقه في نفسه. لان هو حظه وحش في كره بيراميدز، جابها جون وما اتحسبتش. حظه وحش في الكره اللي كانت بشبر ولا باقل من شبر اتغطت. النهارده ربنا كرمه وجاب جون، ان شاء الله يبقى احسن. ففي مكاسب كتيره غير الناس كمان اللي نزلت بعد كده. بعد الهدف الثالث ابتدت التغييرات الخمسه تحصل. ففوز مستحق وبسهوله ومنطقي في مستوى الفرقتين يعني. صحيح.